كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. أنا عين الدل من قيادة الأربع في القراء العمالة والزن، كنت شكا بمقدم بني كولش، حرقوا لنا الجامع ديال العزابة وما بلغش القيادة، أنا كنت شكايك، كنت شكا بمقدم ديال بني كولش، راه كيلتزم على الربيعة على الناس، كينصب على الناس، وراه كيدير المرزقهم، وراه ما خلاش شي واحد اللي هو هذاك، راه كل واحد كيغوت عليه، وهذا السيد ما بغاش، الناس كلها كتخاف منه، وراه كيهدد الناس، وما تشكل القيادة ولا الجدرمية، والناس راها طابت حرات في لمعات الإنسان ما جبروا ما يديروا معاه، كنطلبوا من وزارة الداخلية والعمالة والزن والقيادة مع عبد الصمد، راه كيدير لنا مشاكل، هادشي هذا ما قدرتش باش نبين وجهي أنا، كيهدد الناس، يشوفونا معاه شي حال، ورحنا عندنا عليه الحجة، راه حرق الجامع وما بلغش لا القيادة ولا الجدرمية، وراه كيهدد الناس بزاف. أنا عندي ثقة في سيدنا محمد السادس نصره الله، هاد الفساد خصنا نتعاونوا عليه، نحيدوا علينا هاد الفساد، ونحيدوا علينا هاد المشاكل اللي كاينة. مع عبد الصمد راه دايرنا مشاكل في البلاد، وراه مهدد الناس. أنا داير وجهي هكا، راه ما كنقدرش ندبر وجهي باش ما يوقع شي مشكل. راه عنده شبكة ديال المشاكل. كيدفع الناس يديروا مشاكل وكيدخل لهم هو المشكل ديالهم.